شيفر سانتي. في شيفر سانتي قدموا لكم أهم الأرقام الطبية فيما يخص الواقع التونسي. اليوم مش كامل نواصل نحكي على تقرير المسح الاجتماعي اللي يشمل 300 مرأة عاملة في ولاية القيروان. ونتأكد الدراسة بينت أنه بالنسبة للحقوق المادية اللي تمتع بها المرأة العاملة في الوسط المهني مقارنة بزميلها الرجل في نفس العمل، أنه 77% من المستوجبين ما يتمتعوش بنفس الحقوق اللي يتمتع بها الرجل في الشغل، إذ يتقاضى الرجل في القطاع الفلاحي ضعف ما تتقاضاها المرأة اللي تؤدي نفس العمل في جني الزيتون على سبيل المثال، ويتقاضى الرجل 30 دينار بينما تتقاضى المرأة 12 دينار فقط في مختلف معتمديات ولاية القيروان. وكذلك الشأن في القطاع الخاص وكثير من المؤسسات الصناعية، وين يتقاضى الرجل أكثر من المرأة فضلا عما يحظى به الرجل من الاحترام مقابل الإفراط في إهانة المرأة ومارسته لإشكال العنف المتنوعة اللفظية والمعنوية ضد. وأضافت الدراسة بأنه 74% من العاملات المستوجبات أكدوا تعرضهم للعنف المتنوع لمرة واحدة على الأقل في الوسط المهني منذ مباشرتهم للعمل، ويتوزع بـ 50% عنف معنوي، 27% عنف لفظي، و 23% عنف مادي. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم. شيفر سانتي.